كنضموا اليوم هذا اللقاء بشراكه مع موحمون بلا حدود من اجل الوقوف على كل يعني ما تم انجازه على المستوى الوطني في مجال محاربه التجار في البشر، بشراكه كذلك مع او بحضور مجموعه من القطاعات الحكوميه وكذلك رئاسه النيابه العامه ومجلس وطني لحقوق الانسان. اكيد ان هذه الشراكه اساسيه جدا في التصدي لهذه الجرائم باعتبار انها جرائم مركبه متشعبه، الافعال ديالها متعدده، وبالتالي كذلك التعرف على الضحايا ليس بالسهل، وان الاتحاد العام النسائي يعني راكم واحد التجربه مهمه في هذا المجال باعتبار اننا من 2011 يعني اهتمينا بهذا الموضوع، وكنا في 2009 ضمنا المحكمه العربيه في المغرب اللي كتعلق بمحاربه التجار في البشر، وكذلك يعني نجز الاتحاد واحد مقترح قانون تقدم به امام البرلمان فيما يتعلق بالتجار في البشر حتى قبل ان تفكر الدوله في وضع هذا القانون هذا، وبالتالي وكنا عملنا على يعني حمله واطلقنا حمله وطنيه من اجل الترافع لتبني هذا القانون ولاخراج قانون وطني او قانون اطار يضمن الوقايه والحمايه والتكفل بالنساء يعني ضحايا التجار في البشر او الضحايا المحتملين. وبالتالي وفي 2016 يعني بناء على الترافع ديالنا وعلى العمل ديال كل الجمعيات الحقوقيه والنسائيه تم اصدار قانون 2714 في 2016، وطبيعة الحال ثلاثة مجموعة يعني جات موراه مجموعة ديال الإجراءات، ومثلا إحداث اللجنة الوطنية اللي تنسيق إجراءات مكافحة التجار في البشر، يعني خلق الآلية ديال الإحالة، كذلك المجموعة من القطاعات أخرى مهتمة بالموضوع. وأكيد كنعتبروا اليوم أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو تشجيع أو تعزيز التنسيق بين كل المتدخلين وبين المجتمع المدني، باعتبار أن النساء ضحايا التجار في البشر وضحايا العنف بصفة عامة أول ما كانت يجئوا ليه هما مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف اللي كيتوفر عليها الاتحاد وكذلك مجموعه من جمعيات اخرى، وبالتالي كيسهل علينا التعرف على الضحايا المحتملين للتجار في البشر، وكيسهل كذلك تقديم الخدمات الاساسيه من اجل حمايتهم ووقايتهم من الاستغلال ومن يعني كل الافعال اللي كتعلق بالتجار في البشر. كذلك ان هذا قانون التجار في البشر كاين هناك التقاء ما بينه وبين قانون الاسره، باعتبار كذلك كنعتبروا ان تزويج الطفلات يعتبر صوره من صور التجار في البشر، لان فيه استغلال الهشاشه ديال هاد الطفله واستغلال الضعف ديالهم، فيه كذلك مقابل احيانا يكون مقابل مالي من اجل هاد الزيجات، كاين هناك استغلال يعني لهاد الطفله القاصر، يعني دائما تيكون تزويج ديالها يعني بدون الاراده ديالها، وبالتالي يعتبر زواج قصري. لذلك كنعتبروا اليوم ان هذا الموضوع شاسع، وبالتالي باش نقيموا التجربه المغربيه ونعملوا على تعزيز التنسيق لابد من القيام بمثل هذه اللقاءات بكل المتدخلين والمجتمع المدني. نحن هنا من اجل المشاركه في هذه التظاهره الهامه اللي كتناول واحد الموضوع اللي عنده خطوره كبيره وهو الاتجار في البشر، والخطوره ديالو تتكمن في الضحايا ديالو اللي هما الفئات الموجوده في وضعيه هشه، الاطفال والنساء، والوزاره تعمل جاهده على التصدي لهذه الظاهره عبر مجموعه من البرامج ابرزها الوقايه والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات الهشه، وشكرا.